يواصل نظام الأسد هجومه العنيف على بلدات ومدن الغوطة الشرقية مدعوما بالميليشيات الموالية له وموقعا المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، كما تمكنت قوات النظام من عزل مدينة دوما عن سائر الغوطة الشرقية. لا تغادر طائرات نظام الأسد سماء الغوطة الشرقية إلا لتعود إليها محملة بالقذائف التي تبدد سكون المكان. فمنذ 18 من فبراير الماضي والغوطة الشرقية تحتضر بسبب القصف الكثيف والدمار المخيف وعدد القتلى الذي تعدى حاجز 1000 قتيل. ففي آخر التطورات هناك، تزامنت حملة القصف العنيف لقوات الأسد مع هجوم بري مكثف على عدد من البلدات في الغوطة منها دوما وحرستا وعربين، موقعة مزيدا من القتلى المدنيين. لم يكتف نظام الأسد بما حل بالغوطة الشرقية من قتل ودمار وتشريد، بل تمكن من عزل مدينة دوما عن سائر الغوطة الشرقية إثر تقدم جديد قسم خلاله المنطقة المحاصرة. وبعزله دوما يستطيع نظام الأسد تقسيم الغوطة الشرقية إلى 3 أجزاء: دوما ومحيطها شمالا، حرستا غربا، وباقي المدن والبلدات التي تمتد من الوسط إلى الجنوب، وذلك بهدف تفريغ المدينة من سكانها. وخلال سنوات النزاع شهدت مناطق سورية عدة بينها مدن وبلدات قرب دمشق عمليات إجلاء لآلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين بموجب اتفاقات مع قوات الأسد وأثر حملات عسكرية عنيفة، وشكلت محافظة إدلب وجهة أساسية لهؤلاء.